guys and welcome back to my channel. Eid Mubarak to everyone. اليوم يكون العيد في المغرب اللي غادي ندير فيه انا الفيديو. اليوم غندير لكم واحد الفيديو اللي كلكم كنتو كتسناوه بفارغ الصبر, اللي هو الاوبن داي ديال الاميريتس. غادي نهضر لكم على كل شيء ستيب باي ستيب, يعني الا تبعتوا الستيب ديالي سوا سوركو غادي تقبل ان شاء الله وغادي تحقق الحلم ديالك وغادي تخدم كابين كرو. باش غادي نبدا لكم غنبدا لكم من الاول how you gonna apply with your CV, كيفاش تعطي السي في ديالك حتى كيفاش كيجيبوك الاوبن داي, ولا انا ما عرفتش واش نتوما هي كت you do apply online ولا كتمشيو ديريكتومون الاوبن داي. مهم في كلتا الحالتين انا غادي نعطيك كلشي داكشي اللي غادي كيفاش غادي يسولوك, كيفاش تجاوبهم, شنو داكشي اللي كيهضر لك عليه, كيفاش خاصكم تتعاملوا. حاجه غنقول لكم هي غادي تمشي تجيب واحد الكوفي ولا بوكون ولا شي حاجه حتى الفيديو غادي يكون طويل. غادي ناخذ واحد شويه ديال الكوفي ديالي يام وغادي نبدا. الوغ اول حاجه بالنسبه للناس اللي تقدموا اونلاين, الا كان الاوبن داي ديال الاميرز, انا اي سجست كاين الاوبن داي ولا ما كاينش الاوبن داي, شنو احسن حاجه ديروا بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا مع الاميرز هي يو ابلاي اونلاين. ات دازنت ماتر جايين هما ولا ما جايينش, انت يو ابلاي اونلاين. نهار اللي غيكونوا جايين فيه هما دي كان انفايت يو تو ذا اوبن داي, باش ما تبقاوش نتوما وندرين وين از ذا اوبن داي وين از ذا اوبن داي, جست ابلاي اونلاين and that's it. And if you meet the criteria they're gonna invite you. زعما الا كان السي في ديالك من داكشي هما اللي باغين غيصيفطوا لك انفيتيشن للاوبن داي ديالهم. الو غنبدا لكم اول حاجه بالنسبه للناس اللي دي غون ابلاي اونلاين, كتمشيو كاين واحد الويب سايت سميتو group careers dot emirates تحت الشانل ديالي غادي تلقاو الويب سايت بالنسبه للناس اللي باغيين يقدموا. ثينك على الديبارتمنتس اللي هي الانجينيرز جراوند ستاف كلشي الديبارتمنتس ديال الاميرتس والداناتا وهداك الشيء كامل. انتم غادي تختاروا كابين كرو وغادي تمشي غادي في لاب كاع لي زانفورماسيون ديالك, ضروري غادي يسولوك دي تروك لاج ديالك وهداك الشيء كامل. المهم يقولوا في لاب كاع لي زانفورماسيون ديالك. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيسولوني على لاج, ضروري خاصك تكون 21, اقل من 21 ما غاديش تقبل, حيت بيسيكلي هنا في دبي خاصك ضروري تكون 21 باش ديروك الفيزا. قبل من 21 ما كدير ملي كتحط السي في ديالك شنو تيديروا, كيصيفطوا لك انفيتيشن للاوبن داي. شوف لكم الستيب الاوبن داي غيكون عندكم كانترفيو, غتكون جالسه وحده غادي تسول شي حاجه يعني شي جوج ولا ثلاثه ديال لي كيسيون, ما غاديش تسولكم بزاف. المهم غتاخذ السي في ديالك غادي تشوفو غتشوف داكشي ديالو. المهم نتوما ضروري السي في ديالك خاص يكون عامر بالاكسبيريونس. انا نقولها لكم دابا باسكو ديما كيسولوني شنو ليكول اللي قريتي فيها واش ندير هاد ليكول واش ندير هاد ليكول. نقول لكم واحد الحاجه, it doesn't matter, ما كتهمهمش شنو ليكول اللي قريتي فيها, ما تتهمهمش شحال خلصتي, ما تتهمهمش شحال زوينه هاد ليكول ولا ما زويناش, حيت الاميريتس بيسيكلي واخا تكوني ما عرفتي فين قريه غادي تعاودي قرايه من الاول, يعني غادي يعاودوا يديروا لك الترينينغ ديالهم. ولا ما كنتيش قريه اوتيز دولار ماشي مشكل, اهم حاجه عندهم هي الاكسبيريونس. خاص تكون عندك كاستمر سيرفيس اكسبيريونس, ما عرفتش كيفاش نقول لكم كاستمر سيرفيس ولكن مهم كاستمر سيرفيس. سو مهم خاص تكون عندك كاستمر سيرفيس. الا كان عندك كاستمر سيرفيس ذاتس ات, هما كيشوفوا في هذاك كيشوفوا لك حتى لي لونغ. بالنسبه للناس بالنسبه لنا حنا المغاربه كاملين عندكم العربيه سي سور, الفرنسي حيت كنا تنقراوها, وعندك لونغلي يعني لونغلي ضروري يكون عندك. الا ما عندكش لونغلي بلا ما تحاول, حيت خاصك لونغلي, كلشي باللونغلي, الترينينغ باللونغلي, الناس اللي كتعامل معاهم باللونغلي. ما تستعملش حتى الفرنسي, انا صافي شحال ساتو ما عمرني ما استعملش الفرنسي ديالي, كنستعمل غير اللونغلي. وبالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا الاماراتيه نقول لهم make your English a bit stronger, غير قوي اللونغلي ديالك قبل ما تجي الانترفيو. الا ما كنتيش تهضر اللونغلي مزيان غادي تموت. بون ملي غادي تجي غادي تسولك هادي اللي كتجلس وكتسولك, غادي تسولك من بعد ما تشوف السي في ديالك ويعجبها غادي تسولك دي تروك. جوج الحوايج اللي غادي تسولك, اول حاجه غادي تقول لك شنو كتعرف على دبي. اتس فاست جروينغ, اتس ذا نمبر 1 تورستيك سيتي, اي وود لاف تو بي ذير, وصافي. المهم هاد التخربيق. ثاني حاجه غيسولك شنو كتعرف على emirates اللي هي الكومباني, أتقول لهم شنو هي الـ international company, flies to everywhere around the world. المهم أتقول لهم شنو كتعرف انت على دبي, انت دير واحد شوية ديال السيرش ديالكم قبل ما تمشيو شنو على قبل دبي, شنو تهضر على دبي ولا الاميريتس. وثالث حاجة غيسولوك هي what can you add to the company,
شنو غادي تجيب لينا حنا؟ ليش نختاروك انت؟ شنو غادي تجيب لينا الكومباني؟ غادي تقول لهم الا عجبتيها غتقول لك اوكي وغادي تعطيك باش تجي next day for an assessment. next day هي اللي عندك فيه الاكشن كامل ديال assessment. غادي تكونوا نتوما جروب، معليش تجيب وحدك بحال دابا هذا في الاول هذا الفيرست انترفيو ديال اوبن جاي، هذا ملي تدخل تكون عندك غير وحده تتسولك، وهذه راه سادي بون عاوده، ماشي كلشي الانترفيوز كيبداو بحال هكا، ولكن انا تنقول لك الملخص ديال اوبن جاي كيفاش تيكون. المهم يعني هذه كتدخل كتلقى غير وحده اللي تتسولك هذا، ولكن نيكست داي اسسمنت داي تتلقى تتكون اكثر من، يعني نتوما كتكونوا جروب ما كتكونش غير وحده. الوغ اول حاجه كتكون عندكم، نشوف لكم في النوت، هادشي ما غاديش يكون بحال هكا واحد جوج ثلاثه، يعني هادو كلهم ستابس اللي غيكونوا، ولكن يقدروا يبداو بشي حاجه اخرى. المهم هي اول حاجه نورمالمون كيبداو بها هي الايماجينيشن، تيجيو كتكون بحال جروب، هي جروب ديسكشن سلاش ايماجينيشن كايند اوف اسسمنت. شنو تيديروا لكم؟ هي كتكونوا جالسين كلكم في واحد الجروب، كيعطيو كل واحد فيكم واحد لا فوتو، ديالي عطاوني واحد الفوتو فيها واحد لا فلوغ، يعني فلاور ريد فلاور روج، وقالوا لي احنا كنعرفوك لي فلوغ نورمالمون كيعطيوهم الناس باش يقولوا لهم كونغراتوليشنز باش تزين بهم الدار، يعني احنا ديجا عارفين كيفاش شنو كنديروا بلي فلوغ. انا بغيتك تجيبي لي شي حاجه اللي هي not ordinary، يعني شي حاجه اللي هي ما كنديروهاش بلي فلوغ، يعني شي حاجه ما عمرك ما طاح لك في بالك تقدري ديري بالفلوغ، هي تجيبيها لينا انت، يعني جيبي لينا شنو اخر تقدري ديري بهاد الفلاور apart from giving it to people or like for decoration ولا شي حاجه بحال هكا. اوف مهم تفكرت واحد الحاجه، هي انا ملي كنت صغيره مره مشينا مع ماما الخدمه، وماما كانت مشغوله في البيرو ديالها كدير شي تخربيق، وكان بزاف ديال لي فلوغ في الشرجم اللي حنا كنا جالسين حداه. الوغ انا كنت باقا صغيره بزاف، خديت هذوك هذاك الورد اللي كان تما كامل، وكتبت في الحيط ديال البيرو ديالها كامل، رسمت فيه خربقت الدنيا كامله. المهم ماما ملي خرجت لقات هذيك الفضيحه سلختني، اول حاجه جاتني البالي هي هادي. الوغ هذيك اول حاجه هي قالت لي خرجي لي بجوج الحوايج، يعني حيت انا كنت بوحدي اصلا، هما كلهم كانوا خصهم يخرجوا بجوج الحوايج حيت هما كانوا كابل زعما بجوج بهم، انا معك كنت بوحدي، انا بوحدي خصني نخرج بجوج الحوايج. اول حاجه قلت لها هي I can paint with it، نقدر نرسم، نقدر نكتب، نقدر ندير بزاف الحوايج يعني with it، يعني اول حاجه I will paint with that flower. ثاني حاجه قلت لها هي نقدر ناخذ الليفز اللي هما الوراق ديال الفلاور ونزوق بهم my high heels. تن ممكن تسالي الشوز، اول حاجه قلت لها هي هذه، قلت لها غادي نحيد هذوك الليفز وغادي نلصقهم في الشوز ديالي وغادي نزوق بهم الشوز ديالي. المهم هي عجبتها ليدي بزاف، عجبتها دوايتين، يعطيكم دي تريك بحال هكا، غادي يعطيك شي حاجه اللي غايقول لك اوكي حنا يعني هذه نورمالمون كتستعمل هكا، انا بغيتك تخرج ليا بشي حاجه اخرى، يعني باش غير شوفوا الايماجينيشن ديالك واش يعني واش كتستعمل دماغك زعما، يعني think outside of the box basically، هذاك هما اللي باغيين يشوفوا واش انت كتفكر في شي حاجه بحال دابا نقولوا حنايا واحد الحاجه، يعني هما mainly علاش كيسولوك السؤال، بالنسبه لي انا اللي ديجا خدمت معاهم وعارفه دابا علاش كيتسول هذاك السؤال. هذاك السؤال كيسولوه ليك حيت in case of an emergency هما كاينين standards، حنا في التريننج ديالنا عندنا standards اللي خاصنا we have to follow them in every single emergency، ولكن نقولوا حنا جات شي emergency اللي حنا وي نوت ترين فور ات، ما عارفينش راسنا شنو غادي نديرو ولا عارفين شنو غادي نديرو، ولكن داكشي اللي عارفين ما غاديش يمشي في هذيك لا سيتوياسيون. الوغ بغي يشوفوا الايماجينيشن ديالك واش تقدر تخرج من هذاك البوكس يعني وبي كويك وتدير شي حاجه من راسك اللي هي اوكي ولا ما تعرفش، فهمتي؟ ثاني حاجه ملي غادي تساليو من هادي غيكون عندكم جروب ديسكشن. جروب ديسكشن بيسيكلي اللي هي يعني كتكونوا جالسين في جماعه يعني كلكم جروب، وكيعطيوكم بحال دابا كيعطيوكم بزاف ديال الخدمات. الوغ اللي عنده فاير فايتر، اللي عنده تيتشر اللي هو استاذ، اللي عنده شنو اخر بحال المهم، اللي عنده دكتور، اللي عنده كاع المهن، المهم كيعطيوك مهنات وكيقول لك يعني كلكم كيقول لك كل واحد فيكم اختار مهنه وقول لي علاش اختاريتها.
بالنسبه للناس اللي باغيين يختاروا دكتور. فيقول لي اوكي اي تشوز ا دكتور. انا غادي نقولها لكم باللونجلي دو واي سايد ان انجلش حيت بيسيكلي خاصكم تفهموا هادشي اللي نقول لكم انا دابا حيت هادشي كيفاش غادي نجاوبوا. يعني ملي غادي نمشيو لهاد الاوبن داي اكثر لي غيكون باللونجلي. انا ما عارفاش كيفاش كيكون في المغرب. وقالت لي واحد البنت كو الناس اللي غيكونوا تما كاين غيكونوا مغاربه يعني يقدروا يتساعدوا معاكم ولكن نتوما راه يو غانا نيد ذا انجلش. يعني حاولوا تفهموا شنو غادي نقول لكم. و اي تشوز to be a doctor because I want to save lives. I like to take care of people. I like helping people. I like serving people. I like working hard. I like to stay, like I don't mind staying the whole day just to help someone fight it because I like saving life. I like fighting for other people. مهم هادو هما اللي غادي يعطيوك. هادي هي الجروب ديسكشن اللي غادي يطلع لكم. هي تقدر تكون شي حاجه يعني ما ضروري تبدلوا شي حاجه ولكن راه اكثر الوقت هاد ثالث حاجه. يعني من بعد ما كتساليو هاد الجروب ديسكشن كتخرجوا ومن بعد كتعاودوا ترجعوا. انا بالنسبه ليا كيفاش كان الانترفيو ديالي مهم كنا حنا في السكرين كنا 40 وبقينا كل مره كنخرجوا من هذيك من هذيك لاسال كيعطوك واحد المهم انفلوب وكيقول لك في هذاك الانفلوب يعني يعني حنا كنا كانوا عندنا دي نيميرو كانوا عندنا نمبرز. ملي كنخرجوا من هذيك لاسال كتحلي الانفلوب كيقول لك ما تحليش دابا الداخل حليه ملي تخرجي. علاش ملي كتخرج برا كتحلو يا اما كتقول لك congratulations you can stay for the next step ولا كتقول لك unfortunately you're not accepted و كتمشي. يعني فهاد الشيء كنقول لك عليه من الفيرست انترفيو الايماجينيشن الاسسمنت الجروب ديسكشن الهادي. الوغ من بعد الجروب ديسكشن كتخرج برا عاود كتحل هذاك الانفلوب يا اما كتقول لك congratulations يا اما كتقول لك unfortunately. بالنسبه لينا حنا ملي وصلنا يعني ملي ساليت هاد الجروب ديسكشن اللي هو انا درت بوحدي في كاع الجروبس حيت قلت لكم حتى شي حد اخر ما بغى يديروا معايا ولا كانوا كلهم مع بعضياتهم. المهم فهذوك الناس كاملين 40 واحد خمسه بينا اللي وي ميد ات تيل ناو افتر ذا جروب ديسكشن. يعني اكثر يعني هاد الجروب ديسكشن اللي كيشوفوا فيه يعني بالنسبه لكم كيديروا فلتر اللي تيهزوا هذوك لي كونديدا اللي بصح باغين. يعني في هاد الجروب ديسكشن يو هاف تو ستاند اوت خصك تبان خصك تكون عندك واحد الكاركتر خصك يعني الجواب ديالك خصو يخرج على الناس الاخرين. ما تجاوبش بحالك بحال الناس الاخرين خصك تكون انت سبيسيال فهمتي. الوغ ملي غادي تخرجوا برا غادي يعطيو هذاك الانفلوب يعني الا كان مازال نفس الشيء ولا كان شي حاجه اخرى. المهم ملي كتخرجوا كتعاودوا تدخلوا. ملي كتعاودوا تدخلوا هي فاش كيشوفوا الهايتس ديالكم. يعني نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيقولوا واش خصني نكون طويل بزاف مشى هذاك الشيء ديال اوتاس ديال الله كان خصها تكون طويله. لا دابا صافي دابا شنو تيديروا لكم هي تحط لكم واحد لا فوتو بيسيكلي هذيك لا فوتو هي الهات تراك. الهات تراك هي هذوك البنز اللي كيكونوا فوق راسكم اللي كديروا فيه لي فاليز ديالكم هذوك سميتهم هات تراكس. الو كيحطوا واحد لا فوتو اللي في واحد السيرتن هاي وكيقول لك ملي تدخل يعني تيك اوف يور شوز كتحيد الشوز ديالك وريفر شنو لابس. بالنسبه لنا حنا كنكونوا لابسين لي طالون غنحيدوا الطالون ديالنا وغادي توقف يعني تقدر تجبد كيقول لك عندك الحق تجبد وعندك الحق توقف على صباعك باش توصل لهذيك لا فوتو. الوغ بالنسبه ليا انا وصلتها يعني اكثريه الناس غادي يوصلوها. ثاني حاجه غادي نشوفوا الويت ديالك. يعني بالنسبه للبنات اللي كاين شي حاجه سميتها بي ام اي. البي ام اي هي كتشوف لك الهاي ديالك وكتشوف لك الويت ديالك وكتقول لك شحال خصك تكون الايديال ويت ديالك شنو خصك نورمالمون شحال نورمالمون خصك تكون. يعني هما هذاك الشيء اللي كيشوفوا. يعني ملي كتشوف ديجا ملي كدير كتقيس هذيك لا فوتو من بعد كيشوفوا لك هاو تول يو ار الهايت ديالك ومن بعد كطلع فوق السكيل باش يشوفوا لك الويت ديالك صافي. وكيقولوا لك الا كان البي ام اي الا كنتي قريب للبي ام اي ولا تحت البي ام اي ولا شويه فوق البي ام اي ماشي مشكل. اهم حاجه ما تكونش بزاف حيت عاوتاني كيفكروا كيفكروا حيت عاوتاني كيفكروا لك في الايل. الايل ماشي كبير بزاف بالنسبه للبنات اللي شويه عراض وعندهم الهيبس غتبقى غادي وتضرب لوسوم هكا. الوغ ضروري خص تكون يعني شويه وعاوتاني كيفكروا في اليونيفورم واش تكون فيت غادي تلوك تكون لوك جود اون يو ولا الا كان شويه اوفر ويت يقدروا يقولوا لك باي باي. حاجه اخرى هي شنو غادي يديروا غادي تحيدي الا لابسه شي جاكيت غادي تحيدي الجاكيت ديالك وغادي يشوفوا لك من الفوق لتحت
بالنسبه للبنات اللي كيمشيو للانترفيو ضروري خصك تكوني لابسه واحد السكيرت لا جوب تكون شويه نازله على الركبه ولا فوق الركبه، ما تكونش عاد ثاني جوب قصيره حيت ما كيبغيوش داكشي، وما تكونش طويله بزاف حيت غير تجي ما غاديش يعجبهم داكشي، عاود اول حاجه ما يعجبهمش، ثاني حاجه غادي خصك تهزيه باش توريهم سيغانك وداكشي كامل. المهم غادي يشوفوا ليك، بالنسبه للبنات تيشوفوا ليك من هنا لتحت ومن هنا لتحت، غادي يسولوك واش عندك شي تاتو، واش عندك شي سكار اللي هي شي ضربه ولا شي حاجه ولا بيرن ولا داكشي كامل، كيشوفوا لك هنا كيشوفوا لك في وجهك صافي. وبالنسبه للولاد يعني الولاد اللي كنتو غادي تمشيو للانترفيو لبسوا شي شيرت اللي يكون طويل، هما اكثر الاوقات ما غاديش يقول لك هز الشورت حيت اصلا حتى الشورت ديال الامارات اللي غادي تلبس غادي يكون طويل، الا عندك شي طاطو غيخبيه بلا ما تقول لهم. وكاينه واحد الحاجه اخرى حيت حتى ملي كتوريهم من بعد كاينه واحد واحد البابي اللي خاصك تعمرها، وفي هذيك البابي كيقولوا لك واش عندك تاتو وفيها واحد المانكا وخاصك توريهم البلاصه ديال التاتو. بالنسبه للناس اللي عندهم تاتو ما كاينلاش تقولوها، يعني لا عندك تاتو هنا ولا عندك تاتو في شي بلاصه اللي ما غاديش تبان ما كاينلاش تكتبي هنا وما كاينلاش توريهم، عندك شي سكار اللي ما غاديش تبان ما كاينلاش تكتبي ليهم لا عندي سكار هنا ولا عندي سكار، يعني نسي هادشي كامل. المهم يعني اي حاجه ما بايناش ما كاينلاش تكتبها تما كاين صافي. هي نفس الشيء الناس اللي عندهم شي حاجه ولا ما طوالش بزاف وداك الشيء غادي يقولوا لهم unfortunately you have you're not accepted try another time ولا شي تخربيقه هكا. وبالنسبه للناس اللي accepted غادي يقول لهم congratulations you can stay for the next step. صافي next step شنو غادي تكون؟ غادي تدخلوا هي ماشي group discussion ولكن individuals so each individual يعني كل واحد بوحدو غادي يسولوه واحد السؤال اللي هو هاد السؤال يعني خاصك تفكر فيه مزيان ولا مقتنع بالجواب ديالك قولو، ما زعما ما تقولش لا ويمكن ما نديانش ولا شنو هذا وقدر ما يعجبهمش، الا انت مقتنع به حمر فيهم وقول لهم اه هي هادي. المهم كاين يعني كاين ديفرنت ولكن بالنسبه لي بالنسبه لمؤخرا شنو تيسولو هي هادي، غايقول لك بلي نقولو عندك كار رينتال اللي هي لوكاسيون اللي تو رنت كارز بيسيكلي كومباني اوكي، عندك انت الكومباني ديال كار رنتال وعندك يعني فواتير وحده يعني اللي هي وان كار هي اللي عندك هي اللي بقات عندك وجات عندك وحده كبيره في العمر شارفه، جات عندك وحده اونسنت حامله، جا عندك ولد صغير اللي خصو يمشي للسكول دابا، وجي عندك واحد معاق ما تيقدش يمشي، هادو جاو عندك هاد ربعه يقدرهم يزيدوك شي حاجه اخرى. المهم اللي هي كلهم كريتيكلز يعني كلهم ديكا. المهم ملي غيجي غيقول لك جاو عندك هاد ربعه شكون فيهم غادي تعطيه هذيك لا فوتير وعلاش، يعني كل واحد فيكم غادي يعني دابا نتوما بالنسبه للناس اللي كيشوفوا فيا كل واحد فيكم is gonna think differently، يعني كل واحد غادي يقول لا انا غادي نعطي لهذيك البريغننت حيت مسكينه حامله ومتقله وهي اللي محتاجه، كاين اللي غيقول لك لا انا نعطي لهذوك الشارفين اللي ما تيقدوش يتمشوا بزاف وغادي يتعذبوا هذه نعطيهم، وكاين اللي غيقول لا انا نعطي لهذاك الكيد is gonna lose his school and kids are the new generation وهذاك تخربق كامل، وكاين اللي غادي يقول لك لا انا عندي الهانديكاب هي the one who needs it the most he cannot stand up he cannot do this he cannot do that، يعني كل واحد فيكم وكيفاش غادي يجاوب. حتى واحد من هادو ما غلط، يعني هما شنو باغين يعرفوا؟ باغين الجواب ديالكم تكونوا نتوما مقتنعين بالجواب ديالكم بيسيكلي، يعني انت هاد الجواب ديالك whatever you choose يعني حتى شي حاجه من هادو ما غلط كلهم يعني صح كلهم صحاح، اي حاجه غادي تقول راها صحيحه، اهم حاجه هي you stick to your answer، اهم حاجه هي تكون مقتنع بالجواب ديالك وتبقى عند الجواب ديالك. يعني هما غادي they're gonna try to make you doubt شنو غادي يديروا لك، غادي يقول لك لا why you didn't give this one don't you think that the pregnant lady needs it more well don't you think that the boy he's the new generation and he should go or why would you wait for old people like we need it more than the old people، فهمتي غادي يبقاو يديروا. مهم
غيبقاو عندكم دي كيسيون ماشي بالطريقه اللي انا درتها. المهم غيبقاو عندكم لايك لا ما يديروش بحال هكا. المهم غيبقاو عندكم دي تروك اخرين باش المهم باش يزعزعوكم على هذيك الجواب اللي جاوبتو نتوما، ولكن ما تحركوش. داكشي اللي قلتو راه صح، اي حاجه قلتوها انا جموف شنو غادي تقولوها، ولكن اي حاجه تقولوها ستيك تو ات، حيت هذا هو، حيت الناس كيسحب ليهم الجواب هو الكي، ولكن راه الجواب ماشي الكي، هما الجواب عندهم يعني اتس ا بارت اوف ات، ولكن كيفاش انت يو سبورت يور ثينكس، كيفاش انت يو ار كونفينسد اوف يور انسر، كيفاش انت مقتنع بالجواب ديالك، ومني انت كتكون مقتنع وعارفه راسك راك صح كتوقف ما كتبدلش رايك، فهمتي؟ هادو هما اللي باغيين يعرفوا ذا موست، so stick to it. المهم بون هادي غادي تكون نهايه هذا الاوبن داي، غادي يسالي هنا. وشنو غيكون نيكست هي اونلاين. بون بالنسبه للناس اللي في المغرب انا جو سي با واش غادي تكون نفس الشيء. المهم بالنسبه لينا حنايا اللي كنا هنايا في دبي شنو داروا لينا، حنا مشينا للدار وصيفطوا لينا هادشي اونلاين حيت هو اصلا اونلاين. كاينين الناس اللي خصهم يبقاو في الاوبن داي، هما هاد الاوبن داي راه بليف مي تكون بي لايك 3 4 اورز، غادي تبقاو تما كاين نهار كامل حيت كاين بزاف الاسيسمنت. المهم انا سمعتكم في المغرب نتوما كتبقاو تما كاين وكديروا هاد الاونلاين اسيسمنت تما، وكاينين الناس اللي داروها في المغرب وقالك لا كون مشاو للدار وصيفطوا لهم هاد الاسيسمنت. انا المهم غنقول لكم شنو هما هاد الاسيسمنت اللي غيطري لكم. بالنسبه للناس اللي كيفكروا شنو هي الاسيسمنت، هي امتحان. كاين امتحان اونلاين وكاين امتحان اللي تما. هاد الامتحانات اللي قلت لك هي اللي غيكونوا فاس فاس اللي قلت لكم دابا كلهم ستابس، وهاد الامتحان اللي غنهضر لكم اليوم دابا هما اللي غادي يكونوا اونلاين. بون اول واحد غادي يكون هو الانجليش تيست. بالنسبه للانجليش تيست الناس اللي يعني كيكونوا خايفين منه اكثر الناس كيصيفطوا لي في الانستغرام شنو هو هذا الانجليش تيست، جست لايك ا ستوري، غادي تكون بحال شي اسبار وغادي يسولوك اسئله داخله في هذيك الاستوار باش يشوفوك واش كتفهم ولا ما كتفهمش، يعني هادشي اللي باغين يعرفوه هما. يعني انا ماشي غادي نعطيكم شي حاجه ديال الجرامير ولا كونجيغيزون ولا صرف ليا هادي في هادي ولا صرف ليا هادي في هادي، هادشي ما كاينش. المهم غير كتبقى تكون كلها استوار ديال هذا، يعني استوار ديال شي حد شي وحده مشات لشي بلاصه وبلا بلا 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 بلا، وفي الاخر غيسولوك شنو كان سميت هادي وهادي، شنو الاب ديال هاد الاب ديال هادي شنو قال ليها بلا بلا بلا، فهمت؟ باش يشوفوا واش فهمتي هذاك لاسوار ولا ما فهمتيهاش. يعني بيسيكلي سهل سهل سهل، يعني اخر حاجه تستريسيو ليها هي الانجليش تيست. من بعد الانجليش تيست كيجي السايكولوجيكال تيست، هما كيسميو شي حاجه اخرى. المهم سايكولوجيكال تيست هي باش يشوفوا المينتال هيلث ديالكم، باش يشوفوا النفسيه ديالكم كيفاش دايره. هاد السايكولوجيكال تيست اللي غادي يجيكم، انا نعطيكم نصيحه، هي ما تكذبش، الا كذبتي غادي تحصل. عرفتي ديك اللعبه ديال خلي الكذاب ينسى وعاود سولو، هي اللي تيديروا لكم نتوما. الوغ هاد التيست كله كيكون بعدا هاد الانجليش تيست وهاد التيست اللي كنهضر لكم عليهم دابا كيكونوا اونلاين وكيكونوا تايم، يعني فيهم تايم كيعطيو بحال دابا نقول الانجليش تيست كيعطيوكم 25 مينيتس اللي هي مور ذان انف، والسايكولوجيكال تيست كيعطيوك كل سؤال فيو مينيتس باش تجاوبو، يعني خاصك تكون كويك. هو بيسيكلي هاد سايكولوجيكال تيست ما باغيش ماشي شي حاجه غراف، يعني ماشي باغيين يعرفوا عليك شي حاجه اللي ما كايناش، باغيين غير يعرفوا واش انت يعني نفسيا ماشي مريض، يعني ما عندكش شي حاجه يعني ماشي كوكو، خصهم يعرفوا واش السيد اللي غادي يجيبوه باش يتكيرو في ايربلين واش بعقلو ولا ماشي بعقلو بيسيكلي. المهم غادي يسولوكم دي تريك اللي هما بانال، يعني يعني باش يشوفوكم واش كتكذبوا، يشوفوكم باش واش عندك شي مرض نفسي واش شي حاجه بحال هكا، غادي تكون اسئله سهله اللي هي على حياتك، يعني واش فايت ليك مشيتي شي بلاصه هكا وكيفاش كتحس مني كتكون شي حاجه هكا، المهم شي تخربيق هكا وخاصك تجاوبو. والمشكله هي هذاك السؤال يقدر يعاود يجيك نفس السؤال اللي جاوبتي عليه اللي قدرتي قلتي يس او نو، يقدر يجيك نفس السؤال ولكن بشكل اخر، يعني الا كنتي كذبتي في هذاك السؤال من بعد فيو مينيت غادي يجيك نفس السؤال بشكل اخر تقدر تقول نو طلع كذب، فهمتي؟ المهم غير قولوا الصراحه ديالكم، يعني انا ام شور الا كنتي يو وان ابلاي فور emirates اند يو وان ورك فور emirates يو نو غانا بي ا، غادي يقولوا لكم كونغراتوليشنز يو كان يو غانا جو فور ذا نيكست ستيب اللي هي فاينل انترفيو.
شوف هادشي كامل اللي قلت لكم حاجه والفاينل انترفيو حاجه اخرى. الفاينل انترفيو بيسيكلي هو اللي غادي سكويز يور برين، يعني هما اللي كيبغيو يركزوا فيه اكثر. سو سالينا هادشي كامل كتمشي من بعد، يعني سا ديبون، كاين اللي من بعد سيمانه جوج سيمانات، كاين اللي كتاخد حتى شهر باش تجي للفاينل انترفيو. ملي كتجي للفاينل انترفيو كتلقى واحد جوج بيوتيفول ليديز، انا شوي سيغ حتى في المغرب غادي تلقاو غيكونوا انجلش سبيكرز، سي سيغ غيكونوا بريتش ولا شي حاجه، حيت باغين كلشي. يعني كتكون وحده كتسولك، وحده غير كتشوف فيك، كتشوف لك فوجك كيفاش كتجاوب، واش ستريس، واش هادي، واش هذا. مهم بون، هي ذا هول فايب ملي كتدخلوا لهذيك لاصال كتكون شويه ستريس، حيت ملي كتدخلوا كتلقى واحد البيرو فيه كاس ديال الملك وكاس ديال المليوم هما، وكتلقى وحده كتسولك وحده كتشوف فيك، ومن بعد هذيك الاخرى كتبدا تسولك والاخرى كتبدا تشوف فيك. يعني مهم، انا الكل اللي كنقول لكم النصيحه اللي غادي ننصحكم هي don't stress. وما ما عمركم ما تحطوا في راسكم كو هاد الخدمه راه هي يا اما هاد الخدمه يا اما the end of life، حيت حتى شي حاجه ما كتوقف على شي حاجه اصلا، يعني life goes on، حياه كتستمر. بالنسبه لي انا ملي مشيت للانترفيو انا I don't even care، كان كيسحب لي راسي كي يعني تقبلت كما تقبلتش، انا ما كانش همني، فهمتي؟ المهم نقول لكم انا ماشي ما يهمكمش، ما تستريسيوش، حيت لا ستريسيتو هي فاش ما كتقدوش ديروا داك تريك. بردت الكوفي، ملي تدخلي ولا ملي تدخل جلس ارتاح لك مع راساتك، حط الرجل على رجل وقول لهم بداو. المهم هو اول حاجه غادي نقول لك don't stress don't worry we're going to be easy on you، هو اصلا غير هذيك الكلمه ديال don't stress غادي تستريسك، مي انت غير calm down، احط في راسك بلي راه الله كيدير غير اللي فيها الخير، فوالا. يعني اي حاجه غادي توقع يعني اللي مكتب لك الله راه هي اللي غادي تكون، يعني ملي دخلت تما كاين ريلاكس. وانا غنقول لكم كاع لي كيسيون اللي غادي يجيوكم تما كاين، ولا اكثر لي كيسيون اللي غادي يجيوكم في فاينل انترفيو ولا جاوبتي عليهم مزيان، بيليف مي يو ويل باس. الوغ انا شنو غادي ندير، غنقول لكم لي كيسيون ولكن ما نقولش لكم الاجوبه دابا، ولا كنتو باغيين تعرفوا مور ان ديبث شنو غادي يجرى في الفاينل انترفيو بالضبط، شنو غادي يتقال لكم بالضبط، شنو كيفاش تجاوبوا داكشي، غندير لكم فيديو اخر حيت سينو هذا الفيديو غيكون طويل بزاف. اول حاجه غنسولكم what do you know about the role of cabin crew، انا ديجا موجده لكم هادشي هنايا. الوغ اول حاجه غيسولك شنو كتعرف على الرول ديال كابين كرو، هضر لي على شنو كتعرف، شنو لي زوتاز ديال شنو تديرو، كيفاش تخدموا، داكشي كامل. The reason for applying why you want to join this particular airline، غادي يقول لك علاش بالضبط اختاريتي emirates ولا الايرلاين، يعني اي ايرلاين نتوما غادي تمشيو تقدموا ليها، قطر ايرويز. المهم انا هادشي اللي كنقول لكم دابا راه ما غاديش يفيدكم غير مع الايمريتس، غادي يفيدكم مع كاع الاتحاد ايرويز، غولف ايرويز، ايمريتس، وات ايفر، اور فلاي دبي اور اير ارابيا. اي وودنت جو فور ات. بون، هاو وود يو ديل وذ ا سبيسيفيك سيتويشن ان يور ورك لايف اند وات يو ليرن فروم ذم، انا يقول لك شي حاجه جراتك في الخدمه ديالك فريمون ضروري غنشوف السي في ديالك، يقول لك نقول جرات لك شي سيتوياسيون في الخدمه ديالك قبل، وكيفاش هاو يو غون ديل وذ ات. يعني بحال نقولوا انت جا عندك شي كاستمر و سوبر انغري بقى كيغوت عليك، ما بقاتي دير هذاك، وانت كيفاش هاو يو ديلت وذ ات. يعني I was calm, I was reassuring the passenger or the customer, I was trying to satisfy him, I was listening, empathize. يعني هاد الهضره كامله. المهم انا قلت لكم الا بغيتو مور depth into the questions and answers I will do another video، ندير لكم فيديو اخر. مهم challenges faced by the airline، غادي يقول لك زعما challenges اللي شنو هما challenges اللي كيسحب اللي كتقولك وغادي يكونوا عندك في الخدمه، وغايقولوا لك ولا كان هذا التشالنج كيفاش غادي هاو يو غون ديل وذ ات، كيفاش غادي يعني كيفاش غادي تحل هاد المشكل، يعني جات لك بحال هاد المشكله في الخدمه كيفاش غادي تحلها. غايقول لك عطيني شنو هما
your own personal qualities and attributes. يعني قولي انتما شنو الكواليتيز داكشي السكيلز ديالك داكشي اللي زوين فيك, وعاوتاني غادي يسولوك شنو هما داكشي اللي خايب فيك. يعني جوج الحوايج غايقول لك شنو هي اقوى حاجه, يعني your strength and weakness, شنو داكشي اللي فيك اللي كتقول بلي انا راه قوي من هذه الجهه, وشنو هو داكشي اللي كتقول انا ضعيف من هذه الجهه. فهمتي نتوما؟ مهم كلشي غادي تحولوه لجهتكم. يعني شويه الكذب راه مزيان, بحال دابا غادي تقول لهم انا شنو اللي قوي فيا, my personality, كان يعني كنبغي نعاون الناس, يعني I like standing for weak people. زعما بحال هكا, شنو داكشي اللي ضعيف فيك؟ قلبي تبقوا في الناس. المهم شي حاجه اللي عاوتاني غادي تبقى في جهتك, ماشي تقول لهم شنو اضعف شي حاجه. كنتقلق دغيا وكنهرس كلشي داكشي اللي قدامي, يقول لك هز ساكك وخرج عليا. زعما ما تقولش بحال هكا. واحد الكيسيون اخرى اللي كتعجبهم, تيم وركينغ سكيلز. نقول لكم واحد الحاجه, اول حاجه غادي نسولكم هي واش دو يو لايك تو ورك ان ا تيم اور نوت. زعما هاد لا كيسيون اللي جاتكم راه بيان سور انا اي لاف بيبل, اي لاف وركينغ ويز بيبل. واخا تكون انت راه اصلا كتسد عليك فواحد الكهف وكتخرج من بعد الشهر بالشهر حيت ما كتحمل تشوف حتى شي حد, مام المولز ما كتمشيش فيهم حيت ما كتبغيش تشوف الناس, غتقول لا كنحماق على بيبل, كنعرف كنبغي نشوف الناس, كنبغي نشوف وجوه الناس, كنبغي نهضر. هما هذاك الشيء اللي باغين. الوغ غادي يقولوا لك واش كتبغي تخدم من التيم؟ اوف كورس اي لاف وركين وذ اذر ناشوناليتيز, اي لاف وركين وذ اذر بيرسوناليتيز, اي لاف نوينج بيبل, اي لايك تو ورك ان ا تيم, اي لايك تو شير ورك لود, اي لايك تو يو نو لايك ليرن فروم اذرز, اي لايك تو تيتش اذرز. يعني اتس لايك ذس. ضروري هادو هما لي كيسيون, هادو هما الاجوبه اللي خص, هادي طريقه باش خصك تجاوب اصلا, خصك توريهم كنت كاين. of course respect and diversity, حيت تكون خدام مع بزاف ديال الناشوناليتيز وداك التخربيق كامل. المهم انا هاد لي كيسيون كامل اللي قلت لكم دابا عندي الانسرز اكزاكت انسر ديالهم. المهم ضروري غير سولوك وات ار يور هوبيز, يعني شنو كيعجبك دير, شنو هما الهوبيز, كيفاش كنقولوا الهوبيز بالعربية. المهم هوبيز شنو كيعجبكم, بحال دابا انا لايك سكيتينغ, دانسينغ, ترافلينغ. المهم هوبيز, غادي نسولك على هوبيز. Do you work هادي هي السؤال اللي قلت لك غادي نسولك, واش do you work better in a team or by your own. غنقول لك واش كتخدم احسن مني كتكون مع التيم ولا بوحدك. عندك تقول بوحدك, يعني تخرج بوحدك من هاد الانترفيو ما عمرك ما غادي ترجع ليه. ضروري تقول I like working in a team, حيت ديما غادي تكون في تيم, ديما نتوما you go together you come back together. حنا الا كان شي حاجه ديما كيقولوا لنا في البريفينغ, emirates together forever. الوغ ديما غنقول لهم together. مهم هذا هو خلاصه الفاينل انترفيو. الا بغيتو نهضر لكم مور ان ديبث على الفاينل انترفيو ندير فيديو غير ديال الفاينل انترفيو اللي نهضر لكم على لي كيسيون كيفاش جاوبوهم, وعاود نعطيكم ترانسليشن, يعني نجاوب لكم باللونجلي ونجاوب لكم بالعربيه, حيت اللونجلي هي باش غادي نجاوبو نتوما ما غاديش تجاوبو بالعربيه, والعربيه غنشرح لكم داكشي كيفاش جاوبت. الوغ الا بغيتو هاد الفيديو بليز كومنت بيلو, غير خليو ليا كومنت وغندير لكم فيديو اخر. ات ذا مومنت الا بغيتو نصيحه مني انا غادي نقول لكم بالنسبه للانترفيو ديال الاميريتس, بليز دون نوت ستريس, ستادي ويل. يعني قبل ما تمشي للانترفيو سيرش الا مشيتي, الحمد لله مع هاد الانترنت وداكشي راه ما كاين حتى شي حاجه ما صعيبه. يعني مشيتي واتس ذا موست كومن كويشنز اللي هما هاد الكويشن اللي قلت لك انايا دابا, يعني هاو كان اي انسر ذيس كويشن, راه غطلع لك الانسر. يعني كلشي, يعني اي كويشن انا قلت لك دابا اللي هي الايماجينيشن ولا الجروب ديسكشن, واي وود يو تشوز ذيس جوب, واي وود يو تيك ذيس بيرسون, بلا بلا بلا, داكشي كامل. لان وات ار يور كواليتيز, يعني شنو احسن حاجه فيك, ها هي اللي مشيتي كتبتها في جوجل غادي يطلع لك الانسرز وداكشي كامل. المهم هي اي حاجه انت اف يو ستاديد ويل وعقل على داكشي, عندك داكشي في راسك ملي تدخل دون ستريس, حيت ملي ستريس غادي تنسى داكشي كامل. انا عرفتي شحال مره قلت لكم دون ستريس, والله الا هي اكثر حاجه احسن نصيحه نعطيكم هي دون ستريس.
Bon, if you do your search, if you know your questions, you stand up for your questions, you don't stress, that's it, this is all what you need for the interview. حاجة أخرى اللي درجة قلتها لكم في الأول ديال الفيديو غادي نقولها لكم دابا. It does not matter which school you studied in. ما كتهمش إن سكول قريتي فيها, ما كتهمش شحال خلصتي الفلوس وشحال خسرتي الفلوس على هذوك السكول. وأنا اللي جيتي نصيحة مني أنا, قراي شي حاجة أخرى, خسري فلوسك على شي حاجة أخرى اللي غادي يعني الدبلومة اللي غادي يعني شنو غادي نقول لك, خدي شي دبلومه اللي غادي تنفعك في حياتك من هنا لقدام. حيت هاد الكابين كرو جوب اللي كنهضر لكم هاد اوتيز دو لاغ, راه ما غاديش ديري حياتك كامله, ما غاديش تقدر تخدم اوتيز دو لاغ حياتك كامله. غادي توصلي لواحد لاج غادي تعياي, حيت الا كانت شي حاجه اللي عرفتها كيفاش كتبان لكم جلاموريز, كتبان لكم واو, يو دو ناثينغ بات ترافلينغ. Traveling is exhausting and I'm not trying to be negative, I'm just giving you an advice. يعني بالنسبة للناس اللي تهدروا على الزيكول وبغيتي تقراي وغتخسري فلوسك, خسري فلوسك على شي ديبلوم دي بصح, شي حاجة اللي غتخدمي بها مني you resign from emirates. يعني مني غادي you're gonna leave this job, ما غاديش تبقاي خدامة في هذه الخدمة اللي هي ماشي ديال ديما, راه قلت لكم انها تكبروا شوية في السن ما تقدروش ديروها. غتلقاي واحد ديبلوم, بهذاك الدبلوم غادي تمشي وغادي تخدم الخدمة اللي انت قريتي لها. هاد الخدمة اللي انا دايرة دابا راه بحال شي فيكيشن بيسيكلي, كدوري ترافلين, يو دون يوز يور برين, يو دون دو انيثينغ, يو ليف ورك ذير. المهم هادي فيديو اخر ندير لكم من بعد. دابا انا غير النصيحة اللي تنقول لك بالنسبة للناس اللي تهضروا على ليزيكول, بلا ما تخسروا لكم في ايكول ديال اوتيز دولا, راه اهم حاجة عند الاميرات هي الاكسبيريونس. يعني اهم حاجة عندهم هي يشوفوك وانت عندك اكسبيريونس في الكاستمر سيرفيس. بالنسبة للناس اللي غير دارو سونتر دافير, كتبها تما, خدمتو في الجراوند از جراوند ستاف في الاميريت ولا في الايغوبور ولا في اي حاجة عندها بخدمة العملاء, كاستمر سيرفيس, يس اي فاوند ات, خدمة العملاء, اي حاجة عندها هاند ويد خدمة العملاء ولا كاستمر سيرفيس, that's it. هادو هما اللي باغيين يعرفوهم اون بليس دو سا. يعني هادشي راه كيشوفو في السي في, ولكن راه كيشوفو ملي كتجي لهداك الاوبن جاي راه تما فاش كيديرو لك سكان وكيعرفوك واش فيت فور ذيس جوب اور نات. الوغ جيسبر يكون عجبكم ونكون فدتكم بشي حاجة من هاد الفيديو, ان شاء الله تكون تعلمتو شي حاجة وان شاء الله تبعو النصيحة ديالي ونستفدتو من هاد الفيديو, ان شاء الله يكون عجبكم. جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي كامل اللي انا قلت لكم, فهمتوا الستبس, فهمتوا الكويشنز اند انسرز. الا كنتو مازال كاينه شي حاجه اخرى اللي باغين تعرفوها, don't not hesitate to leave a comment, ما تنساوش خلوا لي كومنت ديالكم وغادي نجاوبكم ان شاء الله على كل شيء. follow me on instagram, watch my stories, you're gonna know where I am, what I'm doing, what I'm eating, I'm transparent. So, بالنسبة للناس اللي ما عنديش في انستغرام, تبعوني في انستغرام اللي بغيتو تشوفوا كلشي داكشي اللي كندير, فين كنمشي, فين كنجي, ما كنخبي والو, سبحان الله. بون وصلنا للان ديال ماي فيديو and I hope you guys enjoyed it and I'm gonna go finish my coffee and cheers to you and ان شاء الله الله يسهل عليكم كاملين وتقبلوا في الاميرات. باي باي.